ان شاء الله فايزين المغرب اخويا. ان شاء الله نديروا النيه وان شاء الله الربحه، ان شاء الله ندوزوا للدمي فينال ان شاء الله. ايوا كيما بان لي غادي يلعبوا احسن كاع من لي تور بريسيدون ان شاء الله. وا البرتغال فرقه قويه، عندهم لاتاك احسن من اسبانيا، ولكن حتى حنا راه عندنا لي زافونتاج ديالنا. حتى حنا عندنا لعابه انترناسيونو كيلعبوا في احسن الانديه، ان شاء الله ندير يكون الخير. المنتخب المغربي ان شاء الله غيفوز على البرتغال ب1-0. وان شاء الله ربي معنا يا ربي. ان شاء الله غادي نضربوا البرتغال 1-0، غنتاهلوا مع فرنسا ضربوها 2-1، وفي فينال مع الارجنتين ان شاء الله. وميسي مشى. واش كتشوفوا بان البرتغال غيكون قوي على الفريق الاسباني؟ صراحه التكتيك غادي يغلبونا شويه، غادي يشدوا الكره، غادي يستوحي يعني واحد الاستحواذ على الكره، يعني واحد النسبه يعني كبيره. المنتخب البرتغالي نفس المنتخب الاسباني نفسه غيكون نفس المقابله، والركراك ان شاء الله غادي يلعب لهم نفس السيستيم، وغنطلعوا ان شاء الله ماركي النصيري ان شاء الله بالراس، ونصير غادي ماركي بالراس وديما المغرب. تنتقدوا النصيري بزاف، وتحياتي للمغرب وديما المغرب. توقع ان شاء الله غادي نضرب لهم الشبكه ومربوحه ان شاء الله، مربوحه ما كاين لا كريستيانو لا والو، ما كاين غير زياش وحكيمي. هاد المقابله غادي يكونوا تبارك الله جميع الناس واقفين وحاضرين، جميع الاجناس، جميع يعني ان شاء الله مربوحه يا رب. غادي يكونوا بزاف ديال الناس الاخوان كيسيبورتيو المغرب، وان شاء الله ما يجي يحشموا المنتخب ديالنا، وغنضربوا لهم الشبكه ويلا نقلبوا على التيكي. ان شاء الله المباراه تكون صعيبه. فريق البرتغال ماشي بحال الصبليون، هما عندهم نفس الستيل تقريبا، غير هما ما كيستحوذوش على الكره وكيلعبوا ديريكت بزاف. احساس تيقول لي غادي يمشيو تعادل حتى للدقيقه 90 ونماركيو، الله اعلم ما شي تنحس به، هذا احساس. هو الاشكال ملي كيكون الفريق كيستحوذ عليك الكره كيكون ارهاق اكثر. اليوم اللعبه ما عيوش بزاف، حيت تقدر تكون بوسيسيون عندنا حنا احسن. الحاجه اللي كنتمنى ما يتمركش علينا حنا الاولين، حيت مازال ما طحنا في هاد لا سيتوياسيون في كوب دي موند كامله. زائد العمل ديال الجمهور اليوم، راك شتي تبارك الله الجماهير المغربي خدات لي تيكي باش يمشيو يحضروا، غنديروا اللي في جهدنا حنا كلاعب رقم 12. وانا كنت حاضر في المباراه ديال البرتغال وسويسرا، ما كانش الجمهور كيضغط على اللعابه، داكشي علاش كانوا ربحوا 6-1 بكل اريحيه. كنتوقع ان البرتغال الجو ديال الجمهور غيلعب دور كبير، ونتمنى رونالدو يلعب، حيت ملي تيلعب ما تيقدروش يلعبوا مزيان. الحاجه نقدر نقول لك، وكما قلت لك كنتوقع دقيقه 90 نربحوا. انا راك كتبت قبيله في ستاتو كتبت دقيقه 90، ان شاء الله خير ان شاء الله. السلام عليكم. المباراه اكيد صعيبه، كنعطيها 50-50، ما كنقولش تفوق منتخب على اخر، خصوصا ان المنتخب المغربي في اوج العطاء، وهذا راجع للنتائج اللي حقق. حلمنا كبر احنا كجمهور مغربي، كمشجعين الحلم ديالنا صار كبير مع المنتخب، كنطمحوا في النهائي ان شاء الله. بالنسبه لي المنتخب مع عفوا مقابله المنتخب المغربي مع البرتغال اسهل مقارنه مع الاسباني، خصوصا ان اللاعبين في اوج العطاء كيف قلت لك، والنتائج بينت على ذلك. فان شاء الله كان اما غتكون 1-0 للمنتخب المغربي او تمشي لضربات الترجيح، ودعواتنا جميعا كمغاربه المنتخب الوطني، لان هذا الانجاز صراحه اعطى فرحه كبيره ماشي غير للمغاربه، لجميع الشعوب العربيه. وشكرا كثير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.